احنا شعب اكيل. ايوان بنموت في الاكل. ايوان انا بخرفش فيه ده بصل والطاري ده رنجة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاج علاء الملكي واستاذ حسين الملكي هم اصحاب براند الملكي اللي موجود في مصر. بقف على حاله الخبز بلبن وبشتغل بايدي وما زلت لغايه النهارده ولغايه بكره ولغايه ما اموت بشتغل بايدي. ده اسمه الشبح؟ دي الشبح. هو شبح فعلا. ايه في بلد في الدنيا بيعمل فيها حد بيعمل فيها كده يا ناس؟ عندنا من كل حاجه كده نجم في نوع الاكل. فمثلا الفول والطعمية لا يعلى عليهم، وبما اننا بنقول الفول والطعمية المصري يبقى لازم هنجيب سيرة الحاج محمود البغل. يقولوا عليك جار النبي. جار النبي دي بقى شيبس والشهرة، وبتعمل فول بالسمنة البلدي. انا شغال شعبي، زيت وزيت حار، الزيت حار بجنيه والزيت بجنيه. عم محمد الرفاعي انت منورني، ربنا يخليك. الناس تلبس له وتتأنتك له كلام صحيح، عشان تروح تقعد في الشارع فتاكل من ايدك وهم حابينك انت. صح، انا في الحته دي بقالي 50 سنه. انت كل شغل كباب وكفته ضاني؟ كله ضاني، والكفته ما بحطش عليها الا ملح بس. دي خدعه. اه عم عموم النصريه الحاج بحر. المحل بتاعنا ده بقاله 81 سنه. دي النيفه بتتغمس حضرتك محمود. ايه دي يا محمود؟ بس حد يسمي محله عبده تلوث؟ الاكل اللي عندي عكس الكلمه ده خالص. كان اللي يقول لي كبده، كان اللي يقول لي عبده نرز، كان اللي يقول لي تلوث. فواحد صاحب قال لي طب ما نعمل لك ايميل عبده تلوث @yahoo.com. انت تقرب لزيزو نتانا؟ يعني احنا عندنا اكل مش موجود في بلاد تانية. مصر فيها اكل حلو قوي. والله ما هخلص الفقره، هخلص اللي قدامي الاول وازلكم. صاحبة السعادة الاثنين الساعة 11 مساء على CBC.